طب أنا هسأل حضرتك، يعني هذه التنمية التي حدثت، حدثت في محيط اتساعه قد إيه؟ يعني قرية، 200 قرية، عدة قرى. إحنا نزلنا حضرتك يعني في أكتر من قرية، يعني في قرى كيف في المنيا. نشعر نحن كمواطنين مصريين أن فعلا هناك في تغير في سلوك القرية المصرية بشأن المخلفات؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجة، هي بترجع للمتابعة، دي نقطة مهمة جدا. انت لازم يعني، انا حضرتك برضو ذكرتي في الاول والدي الله يرحمه. أيه. احنا عندنا، انا من منوفية اصلا، القرية بتاعتنا، انا عايزة اقول لك ان والدي كان في العمل السياسي، اي يعني بجد انا مش بقول عشان هو والدي، لكن كان لو شاف واحدة من احد الفلاحات في بيتها وطلعت وراحت رامية الارض المية مش نظيفة البتاع، كان بابا يقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط. تجارب مهمة جدا جدا، وحضرتك كان عندك فرصة انك تقومي بهذا العمل في محيطك. بالظبط. لكن انا لما بنتكلم على المحيط العام في مصر، لازم حضرتك، دي استراتيجية الدولة، لازم يرجع. وانا عارفة ان في اتجاه كبير نحو الموضوع ده، لان زي ما يعني مثلا وزارة البيئة عملت محطات، زودت عدد المحطات لرصد التلوث الهواء ورصد التلوث المياه، بالتعاون مع وزارة الري كمان عشان المجاري نهر النيل وكده. طب ما ده مهم جدا جدا جدا. ليه حضرتك؟ لانك انت في عندك صناعات كتيره على نهر النيل وصناعات كتيره على السواحل. انت عندك 40% من سكان العالم في المناطق الساحليه او بالقرب منها. الاقتصاد الازرق اللي حضرتك بتساليني عليه، الاقتصاد الازرق هو ايه؟ الاقتصاد اللي مبني على اي حاجه من موارد البحر، المحيط، المياه. انت متخيله حضرتك قد ايه اهميه الاقتصاد الازرق ده وربطه بالاقتصاد الاخضر؟ حاجات كتيره جدا تقدري تربطيها ده بده. وده على فكره اللي مصر عملته في المنطقه بتاعه قناه السويس، الاستثمارات الكبيره اللي بتعمل على قناه السويس. ده الحقيقه شيء جميل جدا. يعني هو احنا دلوقتي الحقيقه بندور في يعني دائره اسمها الوعي. بالظبط. يعني كيف يصل هذا الوعي لجموع المزارعين في مصر؟ بالظبط، مش المزارعين بس، وعموم الناس. وعموم الناس والسيدات، يعني انت تقدري السيده، يعني ده على فكره بنعمله برضو انا في المجلس القومي في الحملات اللي بنعملها والحملات التوعيه، ولما بننزل بنعمل حضرتك، انا بعمل ارشاد للسيده المصريه ازاي انت وانت في بيتك، وعلى فكره برضو في الطلبه في الجامعات اللي انا بكون فيها، ازاي انا وانا في بيتي اقدر ان انا احد من مشكله التغيرات المناخيه. ازاي التغيرات المناخيه، التغيرات المناخيه وانا قاعده في بيتي، من اللي انت زي ما قلت لحضرتك من اول الترشيد في الاستهلاك. تمام. هدي حضرتك بعض الامثله البسيطه جدا اللي تقدر تساعد ده. يعني مثلا حضرتك لما تيجي تعملي الكتل الميه، على قد كوبايه واحده اللي انت هتشربيها. الغساله لما تيجي تغسلي، اشتغلي على البرنامج الكولد ووتر يقلل الفول كاباسيتي، يبقى مليانه الاخر. لما اجي اشتري حاجتي، لما اجي اشتري الحاجه اللي مكتوب عليها انرجي سيفنج، نجمه كده بتبقى معمول. طب ايه كمان حضرتك؟ نرجع زي زمان السيده، نرجع اللي هي اللي هو بيسموه السورتنج بتاع المخلفات. السيده في البيت زمان حضرتك، وانا شفتها في جدتي ووالدتي واغلب البنات اللي في سني او السيدات اللي في سني شافوها، اللي احنا كنا السيده او مامتك كانت من الاول بتفصل حاجات الازاز لوحدها، البلاستيك لوحده، الاكياس الورق لوحدها، وكل حاجه من دول كانت بتليها استفاده. صح ولا غلط؟ ما حدش فينا كان بيرمي حاجه اصلا، وكانت الحاجه بتخش من عندي استخدامها في حاجات تانية. في من حملات التوعيه برضو اللي احنا بنقولها للسيده، انت مثلا لو حضرتك، ايه الفرق بين اللمبه الموفره واللمبه العاديه؟ اللمبه الموفره لما تجيبيها هتقلل لك استهلاك الكهرباء 75% اقل من اللمبه العاديه. حضرتك لما تيجي تشيلي الفيشه، ما تسيبيش الحاجه مش تكتفي بس بطفي الجهاز، لانك انت حضرتك اللمبه الصغيره اللي في التلفزيون او في المشترك بتستهلك كهرباء، شيل الفيشه. حاجه تانية بسيطه حضرتك، الكمبيوتر واللابتوب برضو لازم ما تعمليهوش على سكرين سيفر، لا اطفيه خالص، لانك انت لما بتعمليه على سكرين سيفر بتستهلك الكهرباء 65% اكتر من لما بتشيليه يعني خالص. كل ده الحقيقه عايز نوع من الوعي. الوعي وده دور، والوعي ياتي هنا دور التبسيط العلوم، التبسيط العلوم، وياتي دور الاعلام ايضا، إعلام، لانه الاعلام هيوصل لاي حد ولاي بيت. بالظبط.